إذن 32 عاما قضاها الشيخ حارث الضاري في ما يخص الأمور الدينية والحياتية في المجتمع. طيب السؤال هنا دكتور ثامر، إذا ما كان الشيخ رحمه الله يعني له اهتمامات دينية ومؤلفات وما إلى ذلك، ما الذي دفع الشيخ إلى الدخول في عالم السياسة وفي عالم يعني لنقول الحياة السياسية في العراق؟ الشيخ الضاري رحمه الله كان معروف لدى علماء العراق بأنه صاحب هيبة، وأن أنه من الذين أشد حرصا على وطنه ومن المدافعين على وحدة العراق وشعب العراق، فكان من حرصه وشعوره بالمسؤولية أنه عاد إلى العراق لكي يواجه المحتل الأمريكي والبريطاني ثم بعد ذلك الإيراني، أو أنهم متفقون ثلاثة على احتلال العراق. فالشيخ الضاري رحمه الله كان من أكثر الناس وأشدهم حرصا على وحدة العراق، وكان يفهم أن ويعلم أن الاحتلال الأمريكي لم يأتي بخير للعراق، ولذلك رجع للعراق ليواجه مخططات المحتل، وكان أقرانه وشيوخه يعلمون أنه الرجل المناسب، ولذلك اختير لأن يكون أمينا عاما لهيئة علماء المسلمين في العراق، لأنهم يعلمون أنه لن يتراجع عن الحق حتى لو بقي وحده يقاتل ويجابه ويقاوم الاحتلال.